أشر أنواع السحر المنتشرة بين الناس أنه عقد تعقد من أسلاك أو قماش أو نحو ذلك، ورقى وعزائم، أي تمتمات بكلمات يتمتم بها ينفث فيها، فيجمع فيها بين ثلاثة أمور: عقد وعزائم، رقى ونفث، وتؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله عز وجل. فيتؤثر في القلوب بإذن الله الكوني، فينقلب القلب من المحبة إلى العداوة، ومن القرب إلى البعد، وتؤثر في الأبدان، فتخرج أنواع من الأمراض على البدن، وقد يظن أنها أمراض عضوية وهي من السحر، حتى ما يسمى بمرض السرطان، فإنه تبين لنا بالتجارب أن من أسباب وقوعه السحر، وإذا فك السحر زال هذا المرض بعون الله وتوفيقه.